السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده وفي احسن الاحوال. وكيف معوضه المتتبعين الاعزاء ديالي، دائما الجديد مع نوال المذكوريه. كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون كنفيدكم. وكنبغي نرحب بالجاليه المغربيه ديالنا اكيد اللي كيدعموني وكيشجعوني، شكرا لكم. ومرحبا بالمغاربه ديالنا داخل الوطن اللي معايا من البدايه ديالي، مرحبا بكم. ومرحبا بالناس اللي يلاه دخلوا جداد القناه، مرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على ديك الكتبه الحمراء اللي كتكون تحت الفيديو باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. وعلى بركه الله بالنسبه لهاد الدار، هاد البارطمه، هادي بارطمه كبيره كتواجد في سيدي مومن حي الدومه، جات على الشارع الرئيسي. المهم اللي بغاها مرحبا، تواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. ثلاثه السكان اللي كاينين، كتواجد في دوزيام ايطاج والسطح تبارك الله، راه كل واحد ونصيبه في السطح، سطح كبير. المهم فيها 106 متر. على الدخله ديال الدار كنلقاو صالون كبير وكنلقاو سيجور. المهم هانتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها كامله، وغادي نذكر معكم الثمن. فيها جوج البيوت وفيها صالون كما قلت لكم كبير، فيها سيجور وفيها الكوزينه. بالنسبه للبيت نعس فيه الباركون، وكاين الباركون حتى في الكوزينه. وفيها الحمام، المهم هانتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها كامله. واللي بغاها مرحبا، يتواصل معنا على الرقم كما قلت لكم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو، يجي يشوفها مرحبا. عندها جوج واجهات مشمشه على طول النهار، بالنسبه للثمن سي تطلب 70 مليون، قابله للتفاوض. اللي بغاها يجي يشوفها مرحبا، الثمن راه قابل للتفاوض. جات في بلاصه زوينه وموقع زوين. المهم كما قلت لكم ثلاثه السكان اللي كاينين، كتواجد في الدوزيام ايطاج، فيها 106 متر. الثمن ديالها هو 70 مليون، قابله للتفاوض. المهم انتم شفتوا البارطمه كامله، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل. وهذه الكوزينة، المهم هادو هما التفاصيل ديال هاد البارطمه هادي. اللي بغاها مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. راه كتواجد في سيدي مومن حي الدومه، جات على الشارع الرئيسي. اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للجديد ان شاء الله راه كاين الجديد وكاين بارطمه زوين غادي نشاركهم معكم. بالنسبه لسيدي مومن حي الدومه، بقى عندي بارطمه 64 متر في الديور، كتواجد في دوزيام ايطاج، الثمن ديالها هو 50 مليون. اللي بغاها مرحبا.
بالنسبه للبارتمان اللي كاينه قرب مسجد عبير، مازال كاينه بارتمان زوينه كبيره فيها 80 متر، والثمن ديالها هو 64 مليون، قابله للتفاوض. بارتمان زوينه ما شاء الله كبيره، كتواجد في بروميير ايطاج، اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينه. بالنسبه لحي البركه راه كاين عندنا بارتمان زوينين، كاين عندي بارتمان في حي البركه دوزيام ايطاج بلا سانسور 80 متر، عندها جوج واجهات، فيها ثلاثه البيوت. الناس اللي كيسولوا على ثلاثه البيوت وصالون، فيها ثلاثه البيوت وصالون سيجور وكوزينا، وفيها جوج حمامات. المهم بارتمان زوينه ما شاء الله، اللي بغاها مرحبا. الثمن ديالها هو 60 مليون، قابل للتفاوض. وبالنسبه لحي البركه راه كاين عندي بارتمان زوينين، كاين عندي بارتمان دوزيام ايطاج ثلاثه السكان اللي كاينين، المتراج فيها 114 متر، تبارك الله كبيره. الثمن ديالها هو 69 مليون، قابله للتفاوض، اللي بغاها مرحبا. وراه كاين عندنا بارتمان زوينين، كاين عندي بارتمان في اقامه الحريه في الديور الطابق الاول، كاين عندي بارتمان في اقامه الادارسه، بارتمان زوينه ما شاء الله، اللي بغاها مرحبا. 80 متر، والثمن ديالها هو 50 مليون، قابل للتفاوض. جات في بروميير ايطاج، اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينه. كاين عندي بارتمان في اقامه الحريري، بارتمان كبيره ما شاء الله، زوينه نقيه مصلوحه الصراحه، في بروميير ايطاج، الثمن ديالها هو 80 مليون، قابل للتفاوض، اللي بغاها مرحبا. المهم راه كاين عندنا بارتمان زوينين. بالنسبه للعين السبع، كاين عندي بارتمان زوينه ريتشوسي 60 متر، الثمن ديالها هو 33 مليون، قابله للتفاوض. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينين عندنا في المعارف الولفه، راه مازال كاينين، كاين عندي بارتمان زوينين ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. وكاين بارتمان راه كاينين في القناه، وكاين عندي بارتمان قرب مسجد الحسن الثاني، ان شاء الله غادي نشاركها معكم، راه مازال ما حطيتهاش في القناه. بالنسبه للبارتمان اللي كاينه في ديور الحديقه، راه مازال كاينه بارتمان زوينه في الثروازيام ايطاج، جات في اقامه نقيه محروسه، الثمن ديالها هو 54 مليون، قابل للتفاوض، المتراج 64 متر. بالنسبه للبارتمان اللي كاينه في المرس سيدي مومن، بارتمان سفليه زوينه وفيها كراج 109 متر، الثمن ديالها هو 66 مليون، قابل للتفاوض. بالنسبه للاناسي، كاينه عندي بارتمان في بروميير ايطاج 80 متر، ثلاثه السكان اللي كاينين، وعندك نصيبك في السطح، الثمن ديالها هو 44 مليون، قابل للتفاوض. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينه قرب وزين كوكا، راه مازال كاينه، بارتمان كبيره فيها 87 متر، بروميير ايطاج، ثلاثه البيوت. الناس اللي كيسولوا على ثلاثه البيوت والصالون، فيها ثلاثه البيوت والصالون او سيجور كوزينا لاكور الحمام، وعندها حقها في السطح، السيده بانيه دايره فيه بيتو كوزينا والحمام. المهم اللي بغاها مرحبا، الثمن ديالها هو 50 مليون. وكاين عندي بارتمان ثروازيام ايطاج في اناسي 60 متر، الثمن ديالها هو 33 مليون، جات على الطرام، اللي بغاها مرحبا. بالنسبه لحد سوالم او سيدي رحال، راه كاين عندنا فيه بقع سكنيه وبقع تجاريه، وكاين بالنسبه لحد سوالم كاين عندنا فيه بقع سكنيه وبقع تجاريه، وبالنسبه لسيدي رحال راه كاين عندنا فيه بارتمانات وفيلات، اللي بغى شي حاجه مرحبا. بالنسبه للدار ديال 14 مليون، راه جات على الشاطئ ديال سيدي رحال، اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينه. وبالنسبه للدار اللي جات ما بين سيدي رحال وحد السوالم ديال 18 مليون، راه مازال كاينه. بالنسبه لحي محمدي، راه كاين عندي فيه بارتمان زوينين، اللي بغى شي حاجه مرحبا. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى
ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناة الى عجبكم المحتوى، وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.